السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا حيهم، هلا وسهلا. عاد اليوم من الاستراحة وما عاد طلعت، صلحت رحلة هنا في الاستراحة ورحلتي في حوشي. هذا حليب المورينجا بالزهور المورينجا والعسل وشوية حاجات، راح أتكلم شوية عن المورينجا للي سألوني كثير، بتكلم شوية عنها ما بكثر على طلالتنا على المشتل حقنا وشوية دجاجاتنا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب قلت لكم اليوم نتكلم عن المورينجا، أنا تخصصي كيمياء، ما هو عشان كيمياء بقول، ومن مؤسسي جمعية المورينجا قبل حوالي 6 سنوات مقرها الرياض، ومن عشقي لها كاثرتها وزرعتها، ومن كرهي للتجار اللي بدأوا يستغلون استغلال هايل، أعطوها أكبر من حقها بشكل رهيب، وبدأوا يبيعون شوية ب50 وب70 وب90. صرت أوزع البذور مجانا على مستوى المملكة، وحاط مزرعتي وقف، وكل من جاء يأخذ منها وقف لوجه الله عشان يجرب إنه ربع ما يقولون التجار حقيقي، ما هو والله. ولذلك أنا أزرعها وأخذها من مزرعتي وعمرها 2 شهر، وشوفها حاط الزهور وحاط الأوراق اللي عمرها 2 شهر وقاعدة أتغذى عليها، وفيها أشياء كثيرة جدا مفيدة، لكن تحليلياً في المختبرات في المستشفيات ما قد طبقت على بشر وطلع منها تحليل رسمي. كل الكلام ان نعرف المكونات، نحن الكيميائيين اذا قلت لك مثلا الكاروتين فيها 7 أضعاف الجزر اللي هو فيتامين A مثلا، المغنيسيوم فيها مثلا 7 أضعاف ما في اللبن، الحديد فيها 25 ضعف اللي في السبانخ، البي 2 وبي 3 50، فيها 18 حمض اميني، فيها معادن، فيها مدري، فيها اشياء رهيبه في مكوناتها، لكن هل يستطيع الجسم ان يستفيد منها او لا؟ هذه اللي يبغى لها تفكير عميق، وفيها 4 أضرار كنا لكم اللي عندهم حصى او اللي كذا نشوف ما اخذها الا مع حليب على اساس عمد الغزليك الموجود فيه. عمد الغزليك اذا قد عمره فوق 2 يتصل مع الكالسيوم الموجود في الجسم ويسبب حصى نسميه حصى الكلى، وشويه اشياء بسيطه ما هي كثيره نستطيع نتغلب عليها. اللي ابغى اقوله هي مفيده، هي تحارب السرطانات، هي ترفع الفيتامين سي وترفع المناعه عندك، هي مفيده للبشره، زهورها مفيده وثمرها مفيده والزيت منها مفيد وورقها مفيد، وهي 13 نوع 14 نوع. في نوع عندنا في الجزيره العربيه يسمونه البرغرين اللي هو البان العربي، يستخرج منه زيت ما له اوراق نهائيا، بس الان تجار قاعدين يهولونها عشان الناس يبيعون اللتر ب 500 و600 ريال مثلا، يهولون الورق اللي ينباع ب 10 ريال برا يبيعونه هنا ب 70 80 الحاجه البسيطه. لذلك انا اقول هي كويسه لكن التجار دمروها، هي كويسه لكنهم يجيبون منتجات ما هي مطابقه ويبيعونها بعضها. انا اشوف غنم يعطي غنم ولا يزعلون الاخوان، قاعد اوزع اقول له ازرع في بيتك وكل من مورينجتك ومدري ايش، وتروا فيها اكثر من 30 ولا 40 معدن وفيتامين اجيبها لكم الان، لكن هل جسمي يستطيع يستوعبه؟ ما يستطيع يستوعبه هو سؤال، اخاف حليبنا يثور علينا. نبته جيده، نبته سريعه النمو، نبته مفيده، نبته صديقه البيئه، نبته كثيره بالهواء، لها مميزات، لكن الى الان البحوث السريريه غير معتمده غير مفعله حقيقه. وهي زي ما قلنا لكم اسسناها جمعيه من الجمعيه السعوديه المورينجا موجوده مقرها الرياض، انا اعشقها وزارعها عندي في كل مكان واعلف منها المواشي حقتي واغنامي ودجاجي وكل شيء، واكل غنم بما فيها المورينجا، يعني حليب حقها بالمورينجا، الغنم ولدها بالمورينجا، ما نعطيها شعير ولا نعطيها قصب ولا نعطيها برسيم نهائيا، زي ما تقول انا استخدمها لي انا، ولذلك لو غليت لو كلفتني لكن لنفسي تعتبر جيده. انا نصيحتي لكم اللي يبغى مورينجا لا يتوهق ولا يشتري بمبالغ عاليه، تعال اعطيك مجانا من عندي اللي تبغى وازرع وجرب وبعدها